سيدات اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه. مرحبا بكم في فيديو جديد عندي في القناه ديالي. فيديو غيكون زوين من الفيديوهات اللي كيعجبوني، شي حاجه زوينه، ميزات وفيهم الزوينه وفيهم الخايب. الوغ ندخلوا في الفيديو نيشان، يقدر يجي شي شويه طويل ما ماشي مشكل. اول حاجه اللي غادي نقول لكم، غادي تسمحوا لي على الفيديو اللي كان فيه شويه صداع، لانه راه من الصباح وانا كنتسنى تخوا شي شويه الدنيا حدانا باش ندير الفيديو، ما كاين صداع ديال الدراري كيلعبوا. نحاول نهضر بالجهد وصافي. قبل ما نبداو الفيديو غادي نقول لكم ديروا لي ابوني في الانستغرام الا بغيتو تشوفوا اليوميات ديالي وتشوفوا تصاور الفيديوهات ديال الماكياج وكل شيء. هذا هو الانستغرام ديالي، غنخلي لكم هنايا، هو اللي كنجاوب فيه على الميساج وكل شيء. وما تنساوش ديروا ابوني للقناه وجميل عجبكم الفيديو. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا فيه على لابليكاسيون شيك بوينت. غادي نخليها لكم هنايا، هي ابليكاسيون دايره بحال شي ان وبحال علي اكسبريس، كلشي فيها، الحوايج لي زاكسيسوار الماتيريال ديال الدار فيها كلشي. الحاجه اللي خلات هاد لابليكاسيون جديده وبانت بقوه انها عندها لي بري طايحين. الوغ انا اول وحده كانوا ملي كيجيو عندي البنات صحاباتي بزاف تيقولوا لي رجاء واش ناخذ من هاد لابليكاسيون، حيت عارفيني كناخذ من الانترنت، كيسولوني رجاء واش ناخذ من هاد لابليكاسيون، تنقول لهم لا، راه باين داكشي رخيص بزاف، راه باين داكشي ماشي هو هذاك، راه المهم شحال وحده جات عندي. وقلت ليها حتى صيفطوا ليا الشركه وقالوا لي تخدمي معنا، وقلت ما فيها باس انني نجرب حتى انا باش ما نبقاش غير كنحكم غير هكاك. وفعلا داكشي اللي كان توتال تقريبا خديت من عندهم 2000 درهم، 40000 ريال في التوتال ديال الكليات بجوج. ديجا صورت لكم كلشي، غنبقى نهضر ونخلي لكم هنايا داكشي اللي صورت. اول حاجه نقدر نقول لكم عجبوني 50% من الحويجات ديالهم، 50% ما عجبونيش. الوغ اول حاجه الاثمنه عندهم رخيصه، واش الكواليتي زوينه واش ما زويناش، كاين شي حوايج اللي الكاليتي ديالهم زوينه وشي حوايج لي لا، كيف ما غادي نخلي لكم في لي فيديو. انا بغيت نهضر ونشرح قبل ما نوريكم لي زارتيك. الوغ اول حاجه خديت هو هاد توني، كيجي بحال هكا، توني كيجي بحال هكا، فيه دو بياس. الحاجه اللي ما عجبتنيش هذا هو ارخص حاجه، وهادشي باش معروفه تعرفات هاد شيك بوينت انها عندها بزاف من هاد الاشكال. الوغ هاد توني كيجي زويون بزاف، الحاجه اللي فيه انه التوب ديالو كيبين. الوغ انا ديجا لبستو، غنخلي لكم شي تصويره به، مشيت به للخدمه وخرجت به، مي كيخصك تلبسي ضروري من تحت السروال، بالخصوص تلبسي شي ليبا اولا شي كولون. انا كنلبس ليبا باش يلاه ما تتبان حتى شي حاجه، لانه كيبين التوب ديالو. هذه بالنسبه لهاد توني. اما الفوقاني ديالو سخون بزاف البنات، لبستو في الشتاء لبستو غير هو بوحدو منو اللحم، وفريمون كان سخون بزاف. الوغ التوب زويون، غير هو كيف ما قلت تيبين شي شويه. حاجه واحده اخرى انه لاطاي شي شويه جاني مزير، وبالنسبه للطوله ديالو كان قصير ماشي طويل بزاف بالنسبه لي انا، جاني لانه انا قصيره، ما بالنسبه لي طوالات عبروا عافاكم مزيان داكشي قبل ما تاخذ. نقدر نعطي لهذا نعطيه مثلا 7/10. دوزو لهاد الجين، هاد الجين عجبني بزاف، هاد الجين خارجين لامود اللي فيهم هذيك الفتيحه بحال هكاك في الجنب، كيجيو واعرين البنات ستيل، هما اللي خارجين ديجا خارجين سري ولا واسعين لي بوي فريند والسرو الواسعين خارجين لامود، مي هادو اللي فيهم الفتحه لتحت هما اللي خارجين مؤخرا موضه بزاف. زعمتو خديت فيه لاطاي ام، جاني من الفخاد هو هذاك شويه واسع من الحزام، ما ماشي مشكل لانه الا نقصتو ما غيطلعش ليا من الفخاد، مي في الطوله بالنسبه للبنات اللي قدي انا فيها مترو 60 غادي يجيكم شي شويه طويل، اللي مترو 65 ولا هذا غيجيها هو هذاك، مي بالنسبه اللي قدي في الطول غادي يجيها شي شويه طويل. الوغ انا غادي نقصو ماشي مشكل، مي فريمون التوب ديالو زوين بزاف والثمن ديالو كان مناسب. بالنسبه للاثمنه ما عقلتش شحال كانوا بالضبط، الوغ كل حاجه نخلي لكم الثمن ديالها حداها ولا مكتوب. الوغ هذه من جهه. من بعد خديت هذا القميجه اللي كتشوفوا جات زوينه بزاف، عجبتني بزاف، غير هي خديت فيها الام لاني شفت انه الاس تيجي مزير بزاف، ساعه الام ثاني جاتني واسعه شي شويه، مي ماشي مشكل. هذه كتجي في الصيف، لبست كنت لابسه تحت من هذاك ديباردور في الغوز بيان سور ما غيكونش، اولا غنلبس ديباردور في الابيض، فريمون كتجي زوينه بزاف مفوهه، وهذا الستيل حتى هو البنات ولا خارج لا موند. هاد الحويجات هكا اللي شي شويه قدامين ولاو خارجين لا موند دابا، ديجا كيعجبوني هاد القوامج بزاف. وبالنسبه للكاليتي زوين، توب بحال ديال الخيط زوين بزاف، ولا خيط ما كنعرفش بالضبط في التوابات، مي في القصه ديالو كتحسي به انه خيط وزوين بزاف ما كتبينش، والثمن ديالها ما كانش رخيص بزاف وما كانش غالي، مي زوينه وما ندمتش عليها، نقدر نعطيها 9/10. بعد غندوزو لهاد لي بوط اللي بالباج، هاد لي بوط واعرين عاجبيني، هادوك ندوزتهم في الكوموند الاولى، فريمون زوينين بزاف، الكاليتي واعره، هما كيجيو بحال تيكونوا شي شويه واسعين الوغ الرجلا شي شويه غليوضين، كوني هانيه غاديين يجيوكم هادوك. بالنسبه للرجلا
وبقين غادي نجيوها. هو خديت لاطاي ديالي غير هو كيف ما تنقول لكم اي سيت غتدخلوا لعندي لاباج ديما تنقول لكم قراو لي كومونتير البنات ولا شوفوا مزيان السايز راه ملي كتجيو تاخذوا قراو مزيان شنو كتبين لكم تما. بالنسبه لهاد الصباط انا قريت انه كيجي واسع داكشي علاش خديت 37 انا كنلبس 37 38 مي خديت 37 لانه ديجا كيجي واسع تيجي زوين بزاف لا في الشوفه ولا في كلشي وديجا كان خاصني شي بوط في البيج فريمون واعر البنات ما ندمتش عليه نعطيه 10 على 10 زوين بزاف وعجبني. الوغ ندوزو للسيكان هاد الساك فريمون واعر كاليتي ديالو واعره عجبني بزاف عجبتني الكاليتي ديالو عجبني التوب ديالو عجبني انه ما صغيرش بزاف كبير شي شويه هذاك اللي خديته لواحد الجليليبه مي مازال ما عرفتش واش نلبسو مع داك الجلابه ولا نلبسو مع شي حاجه وحده اخرى. هذا الشيء من جهه زوين بزاف كبير تخشق فيه البسطام والتليفون ماشي صغير بزاف وكيف ما قلت الكاليتي ديالو واعره قلت لكم السيكان والصباب خذوهم بعينيكم مغمضين. غادي نخلي لكم الثمن ديالو حتى هو والبنات تحت الفيديو غادي تلقاو غادي نخلي لكم اللين ديال كل حاجه اولا الكود ديال كل حاجه ودخلوا لابليكاسيون ديروا كوبي كولي وغادخلوا لهذيك الحاجه نيشان. بالنسبه لهذا الساك الكحل ومن لا يعرف هذا الساك انت ما ولاو طوندونس هذا العام ولا هذ العامين الاخرى ولاو واعرين زوينين قدامين شي شويه مي هما اللي كيجيو واعرين فريمون زوين بزاف الكاليتي كيف ما كنت باغاها ديجا كنت واخده واحد من شيئين وتقريبا نفس الكاليتي ماشي شي حاجه مختلفه زوين بزاف كبيبر ماشي صغير كان يعني كيحسب لي غيكون صغير على هكا ما صدق كبيبر وزوين بزاف عجبني كيجي في اللبسه زوين وكيجي واعر البنات عطيتها 10 على 10. دوزو دابا القميجه الكحله اللي هي لابسه انايا دابا هاد القميجه البنات زوينه ما كيف ما قلت انا كنلبس الاس وخديت الام واخا هكاك جاتني شويه جاتني على قدي انا كنت باغا تجيني شويه اوفر سايز هي واسعه شويه من الكميمات مي من هنايا حدو قدو زوينه بزاف عجبتني صراحه التوب ديالها واعر التوب ديالها زوين بزاف الثمن ديالها كان مناسب زوينه عجبتني وحتى هي نعطيها 9 على 10. دوزو السروال اللي قلت لكم لابساه في البدايه ديال الفيديو الوغ هاد السروال خديت فيه لاطاي ام مي جاني مزير كيف ما كتشوفوا السنسله طلعت ليا بزز وشويه باقي ليا مزير من جهه الفخاد وانا عامره شي شويه من الفخاد دونك جاني مزير من الفخاد من كتجلسي به ولا كتمشي به كتحسي به انه مزير فريمون مزير وهذا الشيء علاش قلت لكم قراو مزيان انا زعما راني عبرت بالمترو وهذا واختاريت الام مي جاني مزير شوفوا الفرق ديال الام ديال هاد الجين والام ديال الجين اللي قبل الوغ كاين فرق في لي طاي ردوا البال الناس مزيان للمترو. وبالنسبه للطوله انايا فيا كيف ما قلت فيا مترو 60 يلاه جاني هو هذاك بالنسبه للبنات الطوالات غادي يجيهم قصير بزاف يعني انا ولفت السريولات كيكونوا شي شويه طوالين انا وحسيت به انه قصير دونك ردوا البال البنات عبروا الطوله ديال واش هي هذيك ولا ماشي هي هذيك. مي بالنسبه للتوب واعر التوب ديالو فريمون زوين بزاف بحال الجينات يعني توبو زوين والثمن ديالو كان زوين غير هو ردوا البال مزيان لا طاي دونك انا كان خاصني ناخذ فيه ال ماشي الام غير هو لا طاي الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه واخا راني لابسه وما متنازلاش الا غضيت شي شويه ما غيبقاش يطلع ليا بمره وما عرفتش واش هاد التوب كيوسع شي شويه اولا لا. ندوزو لهاد الصبيبيط اولا صابو اولا ما عرفتش صبيبيط صنداله ما عرفتش سميتو بالضبط فريمون نعطيه 100 على 100 ولا 100 على 10 ولا 1000 على 10 زوينة بزاف زوين 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 عجبني خديته توا لواحد الجليليبة جا واعر عجبني بزاف لاطاي جاتني هي هديك نيشان على رجلي بحال مقيصة لاكولوغ كيفما شفتو في التصويرة كيفما كان فغيمون تخي ساتيسفات بيه عجبني بزاف كيما كتليكم راه الصبيبطات زعما شي حاجة اللي واعرة الكاليتي واعرة وداكشي كيفما كتشوفوه في التصويرة ألوغ عجبني بزاف هاد الصباط يقدر يكون هو الكود كوغ ديالي فهاد لاكوموند كامل كامله فريمون زوين بزاف خذوه بعينيكم مغمضين البنات كانوا فيه دو كولور كاين البيض والباج انا خديت شويه باج ماشي بيض كيجي في اللبسه كلاس والطالون ديالو مريح البنات الطالون ديالو ماشي عالي الطالون ديالو مريح. ندوزو لهاد السنيدله الوغ هاد السنيدله البنات خديت فيها 38 لاني شفت انها كتجي شي شويه صغيره مي بالعكس جاتني كبيره شي شويه كان خاصني ناخذ 37 ماشي 38 الوغ جاتني شي شويه واسعه انا شفتو راه شويه رجلي شايطه من شويه شايطة الصندالة من اللور على رجليا مي الكاليتي ديالها زويونه غير هي واسعه البنات اللي رجلاتهم رقيقين فحال رجليا غتبقى شي شويه كتلعب ما تقدرش تمشي بها بزاف ضروري غير خصك يعني الا غتمشي في الطوموبيل اولا في الطاكسي اولا هذا اما باش تمشي بها مسافه طويله معدبه خصوصا لانه فيها غير دوك السميطات وانا ديجا رجليا كيعرقوا انا غير غامرت وخديتها لانه عجبتني مي بالنسبه لرجليها كيعرقوا رجليها رقاقين جمعنا كلشي ما غاديش تجيها الصراحه
شكلها زوين مي غير الديكور وغير التصاور ماشي اللي مشي ما تمشيش بها. ندوزو لهاد التيشورت البنات. هاد التيشورت البنات زوينه، التوب ديالها التوب بحال ديال القطن، زوين بزاف بزاف بزاف، عجبتني التوب ديالها غيكون كيشرب العرق. الحاجه اللي ما عجبتنيش انه شي شويه كتبين كيف ما كتشوفوا التوب ديالها شي شويه كيبين، اما هي زوينه بزاف. لاطاي خديت لاطاي الام، واخا هكاك جاتني هي هذيك، دونك لا بغيتو شي شويه الواسع خذوا لاطاي ال او الاكس ال كتبغيو لي تيشورت يكونوا اوفر سايز. اما هي زوينه ما كتجيش طويله كيف ما كتشوفوا، كتجي هي هذيك. بالنسبه للبنات اللي دايرين الحجابه ولا هذا لا ما تجيهمش. وبالنسبه للتوب ديالها هو اهم حاجه عجبني بزاف، وهذه واقيلا كنت خديتها بشي 40 درهم، المهم نخلي لكم البخي بالضبط. الوغ ندوزو دابا لهاد السبرديله. السبرديله حتى هي الكود كار ديالي، كما قلت لكم خديتها ب 103 درهم بالضبط، فريمون زوينه بزاف، الكاليتي ديالها واعره، الكوير ديالها كانه كوير. جاتني هي هذيك في لاطاي، خديت فيها 38 لانني عبرت رجليا، جاتني هي هذيك كما قلت لكم 103 درهم. خذوها بعينيكم مغمضين، خذوها غير خبيوها حتى تجيو قيتها وتلبسوها، فريمون عجبتني بزاف بزاف بزاف. وهاد السبرديله مشهوره بزاف عندهم، كياخذوها بزاف ديال الناس من عندهم. من بعد خديت هاد لي بوط اللي في الكحل، هادو واعرين بزاف، كنت خديتهم وديجا لبستهم وتصورت بهم في انستغرام، والبنات عجبهم بزاف وسولوني عليهم. الوغ حتى هما خديتهم من شيك بوينت، فريمون كيجيو زوينين بزاف، مريحين بزاف في المشيه. انا خديتهم وما مشيتش في الطوموبيل ولا هذا، مشيت على رجليا، وفريمون الطالون ديالهم مريح وكيجيو مريحين في الرجل، وهذيك الشكل ديال التقشيره كيجيو الكلاصق لك على رجلك، ما كتبقايش يعني الا كان ديال الجلد كتخافي يجيك مزير اولا تخافي يجيك واسع، دونك كيجيو مزيانين. وخديت فيها لاطاي 38، خديت فيه لاطاي 38 وجاني هو هذاك البنات، فريمون زوين بزاف، وكما قلت لكم الطالون ديالو مريح. وعلى ما اظن اخر حاجه هو هذا البانواغ. الوغ هذا البانواغ البنات كان فحال شيئين، كاينه كتكون داك البليطه فيها فونت فار، كتكون فيها هميزات اللي كيطيروا كيكونوا فيهم عاطين 24 ساعه، الوغ كنت لقيته ب 3 دراهم، خديته بطايره، عجبني بزاف، خديته تقدر لبسو من فوق البيجاما. هنايا قيستو لكم من فوق القميجة باش تشوفوا كيفاش داير، فيه داك الدونتيل في الجناب، هو التوب ديالو خفيف باش ما نكذبوش، وكيبين ما كيبقى بانواغ ديال الدار، يعني ما غاديش تلبسيه وتخرجي به، راه داير بحال شوميز دو نوي، ما يمكنش تخرجي به الا كانوا عندك الضياف، الوغ هذا كتلبسيه الا كنتي بوحديتك في الدار، تيجي زوين بزاف. وعاد دايرين معاه كيلوط ديالو اللي انا ما شفتوش، انا دومونديت بانواغ حتى دابا حليتو لقيت معاه كيلوط ديالو. بالنسبه للثمن انا خديته ب 3 دراهم، مي واقيلا كيدير ب 50 درهم، وزوين بزاف، حتى 50 درهم جاي زوين بزاف، عجبني. تا هو نعطيه 8 على 10 حيت التوب ديالو شي شويه كيبين وصافي. كنتمنى انه هذا الفيديو يكون جاكم خفيف ظريف، نكون فدتكم شي حاجه ونكون جاوبت على كاع التساؤلات ديالكم. حتى هاد لابليكاسيون الا بغيتو كيفاش نوريكم تكومونديو منها خليو لي كومونتير. عافاكم البنات، الا عجبكم الفيديو خليو لي جيم وبارطاجيوه مع صحاباتكم باش تزيد تكبر القناه ديالنا ان شاء الله. عندي لكم كود برومو كيف ما قلت انه غادي يكون ناقص 10% الا درتو كود برومو ديالي اللي غيكون هو رورو 10، وعندي كود برومو اخر ما عقلتش عليه، المهم غنكتبو لكم حتى هو هنايا، الو غينقص لكم 10% البنات. دونك ملي تاخذوا الكوموند ديالكم ودوزوها شحال ما كانت في هذا الكوموند ديالكم البنات، غادي تستافدوا من ناقص 10%. الو ملي تبغيو دوزوا الكوموند ديالكم غتلقاو بلاصه ديال لي كود برومو كوبون كود اولا قسيمه الشراء اولا شي حاجه بحال هكا، غادي تاخذوها وغادي غادي تديروا في هذاك لاباغ غادي ديروا رورو 10، والكود الاخر اللي غنخلي لكم حتى هو باش ينقصوا لكم ناقص 10% من الكوموند ديالكم. كنتمنى انه هذا الفيديو يكون جاكم خفيف ظريف، كنتمنى انه يكون هذا الشيء هو اللي كيعجبكم كيف ما كيعجبني، الهميزات اختي والحويجات، ونتكساو بثمن مناسب ونتكساو بحويجات زوينين واللي ما مطلينش في المغرب. كنتمنى انه يكون عجبكم الفيديو، خليوا لي جام 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 بارطاج ولي كومونتير، ولا ما عجبتكمش شي حاجه في الفيديو قولوها لي في لي كومونتير، كنتقبل الراي ديالكم باحترام ماشي مشكل. ولا ما جاوبتش شي حاجه هنايا خليوها لي لتحت، وبطبيعه الحال تبارك الله كاينين البنات اللي بالعكس هما كيضيفوا لي شي حوايج، رجاء راه كاينه عادي، رجاء راه كاينه عادي، رجاء راه كاينه عادي، كنكون انا ما ردتش البال. غادي نخليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير ويكون داز نهاركم مزيان، كنتمنى تكونوا تستافدتوا ماشي كيف ما دخلتوا كيف ما خرجتوا. كنتمنى البنات اللي كان عندهم تساؤلات بالنسبه لهاد لابليكاسيون نكون فدتهم بشي حاجه. شكرا بزاف وبسلامه عليكم، تهلاو فراسكم.